السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا جئت هنا يا شيخ؟ يا شيخ الفاني؟ نحن نريد اللحم. عندنا لحوم كثيرة شتى، أي لحم تريد؟ ماذا متوفر عندك؟ عندي لحم البقر، لحم الغنم، لحم العجز، لحم الجمل، لحم البقر، لحم الحمامة، لحم النعامة، لحم اليمامة، أي شيء تريد؟ أنا أريد لحم البقر. اصبر. خذ. كم رمية؟ 200. أيها الشرطة، هو يبيع. لا لا لا، فقط 100، فقط 100 يا أخي يا شيخ الفاني. اذهب إلى بيتي، أنا أدعوك إلى الطعام. متى؟ بعد ساعات. نعم، شكرا لك، ألف ألف مبروك، وبارك الله في مالي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ماذا تريد؟ الخضروات والتوابل. الخضروات والتوابل، يعني شيئا موجود.